عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لهم ميزة ليست لغيرهم، وهم أنهم أطول الناس أعناقا، فيعرفون بذلك تنويها بفضلهم وإظهارا لشرفهم، لأنهم أي المؤذنين يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة والدعوة إلى الفلاح وإلى الصلاة وإلى الفلاح، يعلنونها من الأماكن العالية. فلهذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن تعلو رؤوسهم وأن تعلو وجوههم التي يتكلمون منها بهذا الأذان، وذلك بإطالة أعناقهم يوم القيامة. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون مؤذناً، حتى لو كان في نزهة هو وأصحابه، فإنه ينبغي أن يبادر بذلك. وقد سبق في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكذلك من فضيلة الأذان ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من إنس ولا جن ولا شيء يسمع صوت المؤذن إلا شهد له بذلك يوم القيامة. وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين، تنويها بفضله وبيانا لثوابه. فالحاصل أن الأذان له فضل عظيم، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون مؤذنا، إلا أنه إذا كان هناك مؤذن راتب فإنه لا يحل لأحد أن يتجاوز ويؤذن عنه إلا إذا كان قد وكله أو ما أشبه ذلك. يعني لا تظن أن الإنسان ينبغي له أن يبادر في المسجد ويؤذن قبل أن يحضر المؤذن الراتب، لأن هذا عدوان عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه.